السلام عليكم البنات، مرحبا بكم معايا في وصفه جديده من وصفات مونيا بيكري شانيل. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم بغيوش كيجي معمر بالشوكولا، كيجي غزال صراحه الله اقتصادي وقطني قطني في الملمس ديالو، وكنصحكم تجربوه. نمشيو للمقادير. بالنسبه للمقادير عندي هنا كاس معمرش ديال الماء دافي، نص كاس ديال زيت المائده، كاس مع مرج ديال الحليب، ساشيه ديال الفاني وبيضه، خميره من وزن 7 غرام، 4 د المعالق مملوءاش بزاف ديال سنيده، معلقه ممسوحه ديال خميره الخبز، وعندي هنا نص كيلو ديال الفرس. صافي نبداو على بركه الله. كنوضعوا سنيده، ساشيه فاني، ضفت البيضه على سنيده والساشيه فاني، وغنضيف دابا قبيصه ديال الملح، ونضيفو كاس ديال الحليب عادي حليب ما يكونش دافي، ونص كاس ديال زيت المائده. وبالنسبه للماء ضروري يكون دافي باش يسهل لنا الخميرة انها تفاعل. صافي والخميرة غنضربهم مزيان حتى تندمج المكونات كاملة، عاد نضيف الفرس والخمارات. غنضيفو الخمارة اللي عندنا على الكمية ديال الفرس، نخلطوهم هكا. صافي عاد نبداو نضيفو الفرس شوية بشوية وحنا كنحركو. صافي وكنكمل بالمعلقه حقاش راه العجينه شويه كتقصح وانا كنجمع ما كنجمعش بيدي.
صافي البنات ضروري العجينه تبقى هكا بحال هكا كتلصق، ونديروا لها السلوفان ونخليوها واحد نص ساعه هكاك على ما يتضاعف الحجم ديالها، واذا كان بارد الحال غنخليوها تقريبا ساعه المكان. نتلاقاو ان شاء الله في المرحله المواليه. البنات من بعد ما خمرات لينا العجينه تضاعف الحجم ديالها، ها نتوما راني وضعت فوق السطح الفرن وكبيتها عليه وبديت كنجمعها هكا، لان فعلا راه كتلصق بزاف بحال هاد الطريقه هكا. بقى نجمعها نبداو ندهنوا يدينا البنات هكا بزيت المائده وحنا كنجمعوها باش ما تلصقش لينا. صافي حتى تجمع معانا كندهنو هكا سطح العمل مزيان. نحاولو نديرو عجينة بهاد الطريقة باش نقطعها. صافي كناخذوا الكره الاولى كنطلقوها بحال هكا على سطح العمل حتى تجي بحال هكا طويله. كناخذوا الشوكولا، الشوكولا خديت ديك الشوكولات المربع وداك الطويل ديال التيبان وقطعته مطريفات، هما باش غنعمر البغيوش ديالنا من الداخل هكا. بالنسبه انا لوليداتي كيبغيو الشوكولا بزاف، انا غنكثر الكميه ديال الشوكولا وكل وحده على حسب الرغبه ديالها. ناخذوا هاد الطرف هذا اللي غنلويو في الاخير بحال هكا، كنديروا فيه فتيحات بحال هكا ديك الاله ديال اللي كتقطع البيتزا. صافي
ونردوها بحال هكا ونقرصوها واحد شويه هكا في الجناب بحال هكا باش ما تخرجش لينا الشوكولا. صافي ونوضعوها هانت صافي ونوضعوها في اللاطه ديال الفران اللي فرشت فيها ورق الطهي سينو ندهنوها بزويته. صافي البنات هنا من بعد ما شكلتهم خليتهم ارتاحوا حتى الضعف ديالو الحجم ديالهم واحد ثلث ساعه. كما كتشوفوا بحال هكا يضعف الحجم ديالهم شويه. دهنتهم بصفار البيض مع شويه ديال الحليب وشويه ديال الخل باش ما يبقى ليناش الصفوريه ديال البيض وغندخلهم الفران على نار مهيله. هو اللي ديجا سخون داك الفران وغنخليهم يطيبوا من التحت حيت عندي انا الفرن ديال الغاز. وفاش يطيبوا من التحت ويتنفخوا عاد غنهبطهم باش يطيبوا من الفوق. وهالبريوش ديالنا وجد البنات هانتوما كتشوفوا كيحمر الوجه صراحه الله. وكما العاده الى عجبتكم الوصفه ديال اليوم خليوا لي لي كومونتير ديالكم ولي لايك وبارطاجيو لا فيديو وتابوناو وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. وبصحتكم وراحتكم.